مشاهدين الكرام، في شهر الله وفي رحاب كتاب الله نطل عليكم في مسابقة جائزة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم، حيث ترافقنا وإياكم خلال الحلقات الماضية في رحلة مع قراء أكارم قدموا لنا تلاوات ممهورة بالجمال والأداء المحترف. الليلة سنكون مع آخر 5 متسابقين سيتبارون للتأهل للمرحلة النهائية من مسابقة جائزة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم، ومن يتخطى هذه المرحلة يوفق للمشاركة في الحلقة النهائية. أرحب أجمل ترحيب بلجنة التحكيم الموقرة بالشيخ الدكتور باسم العابدي، حياكم الله من العراق. حياك الله، تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. حياكم الله شيخنا العزيز، كما أرحب أجمل ترحيب من الجزائر بفضيلة الشيخ عمر بوسعدة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك أخي محمد وبمشاهدين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمع وينصت لتلاوة القرآن وأن نعبد الله بتلاوة القرآن معا. حياكم الله فضيلة الشيخ، كما أرحب أجمل ترحيب بفضيلة الشيخ محمد فهمي عصفور من مصر، أهلا وسهلا بكم. حياك الله حبيبي محمد، وحيا الله السادة المشاهدين جميعا. كما أرحب أجمل ترحيب بالمنشد الأستاذ عماد رامي من سوريا، حياكم الله. حياك وإياك أخي محمد، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات والأعمال الصالحة. حياكم الله. كما أرحب أجمل ترحيب من الجمهورية الإسلامية بالقارئ والمنشد الدولي السيد كريم موسى، وتقبل الله صيامكم. حبيبي محمد، الله يحفظك، حياك الله وبياك ووفقك لكل خير، أسأل الله لكم العافية. وختاما من العراق، قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين، الحكم الدولي والقارئ أيضا السيد حسنيان الحلو، حياكم الله. حياكم الله يا عزيزي، الله يتقبل أعمالكم وأعمال كل المشاهدين الكرام. على بركة الله مشاهدين الكرام، نبدأ مجريات هذه المسابقة، كونوا معنا. ذكي بإدراكه لإمكانات صوته، طاقة نغمية ممزوجة بالعاطفة، هذا ما رأته اللجنة في أداء زكريا الزيرك، فماذا سيقدم لنا زكريا الزيرك من المغرب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت
وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، استمعنا لتلاوة طيبة للمتسابق زكريا الزيرك من المغرب. شكرا جزيلا يا زكريا على هذه المشاركة الطيبة. شيخ عمر تفضل. نبشرك يا شيخ زكريا، يا زكريا، وإننا نبشرك بأنك قد أتقنت على ما كنت قبل، يعني تفاديت الكثير من الملاحظات في التلاوة السابقة ولكن وقعت في بعضها. وأنا فكرتك لديك لحن بغلام مع أنه زكريا. لا، نبشر بأنه بغلام. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، أحلى من الغلام بعد إن شاء الله. قد بشره الله بالقرآن بعد، بأنك أتقنت تلاوة القرآن وسموته، لأن الله سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. نبشرك بأنك ارتقيت من مرتبة إلى مرتبة، إذن في إتقانك للحروف ومخارجها وصفاتها، ولكن كان لديك لحن جلي لم تنتبه إليه. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وليس والأرض، ولديك بعض الملاحظات انتبه إليها تتكرر عند بعض القراء، وهي همس حركة التاء. توتوني، لا نقول توتوني، لا نهمس الحركة، في الحركات ليست مهموسة. وكذلك عند الوقف على الياء المشددة. شيخ عمر، مداخلة، أنه هل قرأت عن حفظ، يعني قرأت بالمصحف أم حفظ قرأت؟ من حفظك؟ يعني حفظ بس، سبحان الله، من حفظك. نعم. هذه إشكالية لدى القراء. نعم. أنا شاهدت في المسابقات الدولية أحد القراء المشهورين هو قرأ في المسابقة عن حفظ ونسي كلمة أيضا. فالقارئ الذي يشارك في المسابقة القرآنية لا بأس يقرأ بالمصحف حتى يتجنب هذه الإشكالية. شيخ محمد فهمي عصفور تفضلوا. حياك الله حبيبي. ماذا أقول يا زكريا؟ إني أحبك لثلاث. بارك الله فيك. أولها لجمال قراءتك، وثانيها لأنك اخترت رواية ورش، وهي لين مصري. ورش لين مصري. أيه. وانت بالعراق وبلد القراءات، ما يخالف، أهم شيء بعد. والثالثة لزيك الجميل المغربي الذي يعبر عن الهوية بهذه الشنة. على فكرة أنا لابس شنة، لو شلت البيضة هي بتصير شنة مثلك بالضبط. إيه صحيح. فأحبك لهذه الثلاث، ولا أزيد على أستاذي عمر، وموفق إن شاء الله. حبيبي سيد كريم موسوي، لكم الكلام. أنا أحب على خمسة، يعني مو ثلاث.
ايه غيرهن شنو؟ لصوته وجمال صوته. يعني هذا الصوت هو الصوت جميل ولكن يفتقد الحجم والقوة، فلا بد من التمرن على إيه. انت تعبان شوية طبعا جدا إيه جسديا. لا تعبان مش صحيح، شاهدته ما كانت صحتك وتمام؟ اه طبعا عندك الصحة والعافية ان شاء الله يا رب. ما كانت لك خريطة تنغيمية لتلاوتك في أدائك، فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقك بالآتي. الأستاذ عماد رامي لكم الكلام. حبيب قلبي أستاذ كريم حكى كلام حلو، إنه عندك حجم الصوت في ضعف محدود، بس هذا أستاذ كريم أنت أستاذي، هذا لا بيجي بالتدريب، ما بيجي، هي موهبة من صح الله سبحانه وتعالى، ولا ممارس ولا بيقدر يساوي صوته قوي، هذا شغل الله سبحانه وتعالى. أتى بشيء من الخماسي أستاذ عماد، أتى بشيء من الخماسي الخماسي ثم طبعاً لم يواصل فيه. صح جملة صغيرة. نعم جملة. صوتك أستاذ ندي كأنه ماء ماء، يعني ماء عذب عرب مثل المي، يعني ما شاء الله 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 يوفقك. سمته هادي، سمته هادي أستاذ عماد ما شاء الله. أي الأستاذ باسم العابدي شيخنا العزيز، بارك تفضل. الله بكم أستاذ محمد، بارك الله بك أستاذ زكريا، عزيزنا زكريا الله يحفظكم. أمتعتمونا بتلاوتكم الجميلة والجذابة، وأيضا وقوفاتكم كانت جيدة، الله يبارك بيك إن شاء الله نشوفك بأعلى المراتب. شكرا جزيلا لكم. ختاما مع السيد حسنين تفضل. شكرا جزيلا لكم وشكرا للمسكي أنت زكريا. أجمل ما فيه هو صوته، أنا هاي النبرة من الصوت أحبها، وفيها أوقات معينة لو تسمعها الفجر مثلا هيك أصوات، أو تالي الليل وشتاء مثلا، فعلا صوته هو يعرف إمكانية صوته، ولكن عندي عتب صغير عليه، عنده عجلة كان بالأداء بالقراءة، فحتى انتقالاته سريعة، قفلاته سريعة، وكأنه يريد بس يكمل القفلة وينتقل، يعني بخل علينا بأن نستمتع بروية لصوته الندي وهذه الانسيابية الجميلة اللي يمتلكها وعارف حدودها. أتمنى لك الصحة والعافية. لو ينشد لنا مقطع صغير من مقطع الذي فاز به في مسابقة زكريا كن مطمئن حبيبي. نعم. هذا الصوت يليق للإنشاد بكثير. نعم هو منشد. لو ينشد لنا مقطع صغير. هذا الصوت يليق للإنشاد بكثير. ولكن كن مطمئن، يعني كن مطمئن والله، وحتى هذا الخطأ اللي احنا الجال إن شاء الله كن مطمئن نتدارك كل شيء. إن شاء الله. كن مطمئن. انشد معنا انشد. رفعت بسري كل أمري لخالقي. نعم. رفعت بسري كل أمري لخالقي. فيا أصلح بمحض الرضا أمري، بمحض الرضا أمري. أتيتك مقصوص الجلال، أتيتك مقصوص الجلال خويضا خويضعا ذليلا بلا عذري. الله 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 جميل 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 الله عليك جميل 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 ما شاء الله. أحسنت زكريا الزيرك مثلت المغرب خير تمثيل. يا مولا في إنشادي تقتادني لك حاجتي وودادي يا عيني على الرأس.
إني أتيتك إني أتيتك دون زاد حيث لا يؤتى إلى بيت الكريم بزادي. الله 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 يا رب نولنا نزور روض محمد يا شريف بقرآن وسنة. أحسنت أحسنت أحسنت. الله 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 ما بين الله الله الله. تلاوة وإنشاد تسمو النفوس. أحسنت يا زكريا وشكرا لجنة التحكيم. شكرا جزيلا لكم يا زكريا. أحسنت أحسنت. شكرا جزيلا. موفق حبيبي. شكرا موفق. جزيلا. تفضلوا. تلاوة يعول عليها إتقان واحتراف يليق بمصر. صوته معجون بالنغم بانسيابية عالية. فهل سيكون محمود السيد عبد الله سفير مصر في جائزة العميد الدولية ويتأهل للمرحلة النهائية؟ أداؤه الليلة سيحدد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع فأثابهم الله بما قالوا جنات الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، استمعنا لتلاوة طيبة للمتسابق محمود السيد عبد الله من مصر، طيب الله أنفاسكم على هذا الأداء. لجنة التقييم، وأبدأ مع الدكتور باسم العابدي، تفضل. بارك الله بك أستاذ محمد، حياك الله سيدنا الشيخ محمود، الله يبارك فيك. الله يحفظكم جميعا. لمصر يد بيضاء في وضع علامات الوقف والابتداء. نعم. والشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني له هذه اليد. نعم. وكثير من علامات الوقف والابتداء هو الذي ثبتها على المصاحف. تمام. قراءتك وتلاوتك كانت جيدة. الحمد لله. ولكن لعل الجمل النغمية أخذتك من بعض المواطن التي ما كان ينبغي لك أن تقف فيها، ونحن أوصيناكم أكثر من مرة وقلنا لا ينبغي لكم التكرار، وقد كررتم في هذه التلاوة. في المرات المقبلة أسأل الله لك التوفيق. شكرا. الشيخ محمد فهمي عصفور، تقييمكم. حياك الله أستاذ محمد، حيا الله شيخنا الكريم الشيخ محمود، ومبارك لكم التأهل لهذا الدور. الله يبارك فيكم، ونسأل الله المزيد من التقدم. آمين يا رب. آمين يا رب. القراءة جيدة ورائعة، والأحكام أيضا جيدة، ومخارج وصفات وأحكام. ولكن كنت أريد أن أقف على سؤال واحد، أنتم تقرؤون من طريق الشاطبية أو المصباح والروضة طريبة النشر؟ يعني تقرؤون بتوسط المنفصل أم بقصر المنفصل؟ بقصر المنفصل. بقصر المنفصل. نعم. لأنه من طريق طيبة النشر. نعم. المصباح والروضة. نعم. لأن بعض المواضع أنت مددتها في المنفصل والبعض الآخر قصرته، فاحترنا ترى أعينهم. نعم، ترى أعينهم، أنا مددتها يعني كسهو. نعم. أي نعم، يعني أنت تقرأ بالقصر. نعم. يعني نتعامل على هذا الأساس. أيوه. نعم. الله يبارك في عمرك، وما عدا ذلك القراءة جميلة، يوجد بعض الإخفاقات البسيطة، إن شاء الله نترك الحديث لشيخنا دكتور عمر فيها إن شاء الله. شكرا شيخنا الحبيب، بارك الله فيك، أنت أجدت وأوجزت وأعجزت حبيب. الشيخ محمود ما شاء الله السيد، كنت حاضرا وكان حضورك ما شاء الله في التلاوة، ما شاء الله تفاعلت مع الآيات ويعني تأثرت بها، فلذلك هناك بعض الهنات، ربما الإنسان عندما يتفكر في المعاني ربما تزول بعض الأمور الدقيقة في التلاوة، من بينها ما نبهنا عليه سابقا وهو تمطيط المدود الطبيعية، وكذلك السكتات التي لا ينبغي أن تكون، لأن لا توجد هنا سكتة في هذا الموضع، وكذلك انتبه إلى الهاءات، تخفيف. نعم. الهاءات كأنها همزات مسهلة، وكذلك الطاء نطمع شائبة همس فيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تتجنبها، أنت أهلت الدور النهائي الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا لكم أستاذ عماد رامي.
الحقيقة أنا أستاذ الله يعطيك العافية يعني أنا بقدر أنك أنت تقرأ بحرفنة بس ما بدي أحبطك أنا قراءتك اللي أهلتك لهون كانت أفضل من هلأ تمام قراءتك هي اللي سمعناها اليوم تنقسم إلى قسمين القسم الأول كان لا بأس فيه القسم الثاني من عنف أثابهم وانتقلت لبيات ثاني هذا البيات انتقلت فيه انتقال خطأ يعني عم تحاول كنت تعمل جمل جديدة أو جمل نغمية جديدة لكن ما وفقت بهذه القراءة بارك الله فيك طيب الله يوفقك إن شاء الله. أختم معكم السيد حسنين تفضل خدمتكم إن شاء الله وتعالى طيب الله أنفاسك يا حبيبي شيخ محمود حبيبي. شيخ محمود واضح من أدائه أنه واصل إلى مرحلة الاحتراف نستلذ بأدائه لا يخدش الإذن بصوته وإن كان انتقل إلى جوابات العالية إلى حد ما ويعرف مقدار صوته التنقلات بين المقامات كما أشار الأساتذة فالاحترافية واضحة أصل فكرة المقام كما أشرنا في واحدة من الحلقات الماضية فكرة وتطبيق وتنفيذ الفكرة موجودة هو يستخدم الفكرة المبسطة ليس فيها تعقيدات وليس فيها تركيبات عدا التركيبات اللي يستخدمها في مقام العجم وكذلك الإشارة لمقام العراق وأيضا إلى البزرق جيدات ذني كانن هو بالتالي يستخدم التي ليس فيها تفاصيل كثيرة تعقد حتى الأذن وفهم المعنى وفهم المقام هو يستخدم هذا المتوسط وبالتالي يؤدي بشكل جيد ولكن أنا أسجل نقطة على الاحترافية الواضحة في التنقلات بين المقامات واكتمال المقامات بسرعة يعني سريعة جدا كل مقام يأخذ جملتين يكمل أبعاده إلى حد ما ولو أعطي وقت أكثر لاستطاع أن يؤدي بشكل أجمل ونتمنى له الموفقية إن شاء الله تعالى محمود السيد عبد الله من مصر مثلت بلدك خير تمثيل شكرا جزيلا لكم الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا جزيلا السلام عليكم صوت ذو جواب عالي وانتقالات رائعة قراءة ناضجة بالجمال والكمال هذا ما رأته اللجنة في أداء مهدي تقيبور في مشاركته الأولى فهل سيحافظ على جمال أدائه في هذه المرحلة؟ مهدي تقيبور من إيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إن الله سميع بصير صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدينا الكرام استمعنا لتلاوة طيبة جميلة من المتسابق مهدي تقيبور من إيران طيب الله أنفسكم على هذه التلاوة شيخ عمر تفضلوا ما شاء الله مهدي حافظت على المستوى الذي يعني كنت فيه في المرة الماضية وزدت إتقانا يعني تخلصت من بعض الملاحظات فلم نلاحظ تمطيطا للمدود الطبيعية وهذا ما تميزت به تلاوتك كانت رائعة جدا وزدت إتقانا على إتقان ما شاء الله الأستاذ عماد رامي تقييمكم ما شاء الله أستاذ مهدي كان رائع بأدائه بس تعليقي عن النغم يعني كان بس عامل البيات والحجاز واختصر بهالمقامين هذول آخر شيء قفلت شوية كورد بس لا يعني كنا أنا جعل بالي كنت أسمع منك السيقا مثلا بس كنت رائع ما شاء الله ما في أي تعليق بارك الله فيك الله يوفقك سيد حسنيا لكم الكلام شكرا جزيلا لكم وشكرا لعزيزنا المشترك من إيران مهدي أبرز صفة بصوت مهدي هو اللمعان صوته لامع جدا واضح جدا وحلو هذه صفة مهمة يجب الاستفادة منها خير استفادة لكن بالمقابل هوية لصوته لا توجد وراح أكد على الموضوع الإيجابية وهي أنه حينما دخل بالحجاز يلا بديت أحس بهوية صوته لما أعطى لصوته مساحة معينة مساحة من الحرية لأن ينطلق
ويخرج من القالب الذي اعتاد عليه من الكلاسيكية كان ممتاز جدا، رغم أنه لم يكثر بالمقامات. بس بيات وحجاز وكل نعم. آخر شيء الكل. ففي الحجاز كان عنده، رغم أنه فيه تكلف بالقفلة، ولكن بالحجاز بين أكثر. هم لمعان صوته بقى، ولكن هوية صوته بينت. هوية الصوت مهمة جدا. لما تستمع لأستاذ عماد وتستمع إلى أستاذ كريم، واضح جدا أن هذا سيد كريم حتى لو ما تشاهد شكله. وأستاذ عماد نفس الشيء. لكن لما تستمع إلى مهدي بالبداية، ممكن أي واحد من قراء إيران يأتي ببالك. ولكن إحنا ما دخل الحجاز كان لامعاً، ونتمنى له الموفقية إن شاء الله تعالى. شكراً للجنة التحكيم. إذن أداء زينه الخشوع من المتسابق مهدي تقيبور من إيران. شكراً جزيلاً لكم. شكراً جزيلاً لكم. تفضل. شكراً مهدي. السلام برسول الله إبراهيم. مشاهدين الكرام، مستمرون وإياكم ومجريات هذه المسابقة الطيبة. فاصل ونواصل، كونوا معنا. إن جرحتنا أكف الحياة، سكبنا الرضا في شفاه الجراح، ولأن الوجود سخي اليدين أعطاه هواه ضياء الكتاب، في موجة عشق لا تعرف الانتهاء نتعرف على قصة السيد محمد الحلو. أنا طالع من المدرسة للأسف بسن مبكر، يعني بعمر صف سابع. قراءتي بقى كانت مو كل الأد، صحيح مو أمي، بس بنفس الوقت قراءتي مو كما يجب. كانت غايتي إنه أتعلم القراءة، وموضوع الحفظ كان أولاً غايب عن بالي لهذا السبب. والسبب الثاني أنا كنت كتير أنسى، يعني أنا من بعاني من هذا الموضوع للأسف من صغري. نهاية 2012 بداية 2013 الأيام المرابطات بمقام السيدة زينب، كان لي مشاركة بالمرابطات بمقام السيدة زينب. أولاً أنا كانت تربطني علاقة بمقام السيدة رقية كتير كبيرة. كنت أيام الفراغ من نوبات الحرس أجي بالليل لحالي على مقام السيدة رقية، أقعد إشكيلها مثلاً هيك أمورنا وكذا، وهيك أقعد بناحيتها وأقرأ القرآن الكريم. بقى كل مكان كتير كبير علي. حبيت كلي يعني دور على مستوى أمن مقام السيدة رقية. وكلوني بمهمة ضمن اختصاصي، واللي هو اختصاص هندسة الإلغام، مهمة معينة. وأثناء المهمة تعرضت للغم، تعرض لحالات بتر إيدي تنتين وقدمي من فوق الركبة وعيوني وحتى سمعي، يعني أنا الإذن اليسار ما بسمع فيها. بقى بعد ما هيك الأمور تعالجت فيزيائياً وطبياً من هذا الموضوع، هون بلشت ترتب أفكاري، هون بلش يبين معي أنا شو ممكن أحسن أعمل. إجت الفكرة أنه أنا صير من أنه أتعلم القراءة أنه صير أحفظ القرآن الكريم كمان. أنا صار لي معه تقريباً 3 سنين أو أقل شوي من بداية مشروع الحفظ. يعني أنا بقول لك أنه حسبت نفسي أنه سوف أكون معلم، وجدت نفسي أني أحتاج كثير من التعلم منه. شو فيها النفحات والصدق والصبر والطمأنينة والإيمان والراحة النفسية، يعني بيقف الإنسان صراحة عاجز. أنا يعني بمدرسة محمد الزين بحس حالي ما عم بحسن أتقدم كثير، لأنه مدرسة كثير صعبة. كان اسمي أبو الزين. بعد ما تصابت يعني إنه قالوا لي إنه شو إنه خلص أنت صرت كنيتك لازم أبو الفضل العباس. قال لهم ويني أنا من أبو الفضل العباس سلام الله عليه، يعني نحن بنتمنى نكون يعني نكون من مدرسة أبو الفضل العباس. ما بعرف شو رح يكون الموقف لما إنه المس ضريح أبو المقام الفضل العباس. يعني أهم الهدايا اللي تلقيتها من رب العالمين وببركة أهل البيت هو لما إنه حظيت براية مقام السيدة رقية، أو لما حظيت بحفظ التوفيق بحفظ القرآن الكريم. والهدية الثالثة والأهم كمان هي إنه هلا كمان لحظة بزيارة الإمام الحسين
ومقام أبو الفضل العباس والأمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نرحب أجمل ترحيب السيد محمد الحلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا، أهلا وسهلا بكم، شهر رمضان كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم سالمين، وتحياتي للجنة وتحياتي للجمهور ولجميع المتابعين. أهلا بكم يا سيدنا، لجنة الموقرة نحن بنحييك يا أستاذ، بارك الله فيك. الله يسلمك يا رب. الله حياك الله سيدنا حبيب. مرحبا بك محمد الحلو. حياك الله يا محمد، لأن لجراح الضحايا فم، فإن جراح أبي الفضل العباس لا زالت تلف في أذن الزمان، وجراحك من تلك الجراح التي ستبقى تحكي للأجيال وللحضارات وللإنسان عمق هذه الجراح وهذا الحديث الذي ينطق به هذا الفم، كما أفاد الجواهري من هذا المشهد حين قال: أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم؟ ستبقى جراحكم أفواها تتحدث بالحقيقة وتشير إلى ظلم الظالمين. حياك الله يا عزيزي أستاذ محمد، وشرفتنا ونورتنا، وإن شاء الله الله يتقبل منك هذه الزيارة الأولى. ولكن أنا أقول يا محمد، قطعت يمينك ويسارك وأطفئت عينك، حالا لم ندرك شعورها نحن، ولكن شعرنا بذلك. أريد منك أن تتخيل معي بطلاً لهكذا موقف، ولكن عيال الحسين ينتظرون منه الماء. لزينب واليتامى حولك سرنوا إلى رأس الحسين وتشتكي ما نالها ما نالها من معشر الأوغاد، هذا لسان حالها تنادي وينك يا عباس يا حامل الضعون، وينك وينك يا عباس حامل ضعون، حرقة وخيمنا وين وين ويلي، حرقة وخيمنا وحاطتنا العيون. طابت هذه الأنفاس سيدنا. الله عليك يا سيد. تفضلوا سادتنا الكرام. رغم ما أصابك فهذا جعلك تقبل على القرآن. نعم، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نبقى لك قلبا حيا يحب القرآن ويقبل على القرآن الكريم، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن جعلك تقبل على القرآن وتقرأ القرآن، وإن شاء الله ستكون معلما للقرآن الكريم بإذن الله. محمد سيد محمد الحلو، لك أسوة حسنة في مولانا جعفر الطيار إن شاء الله، وأنت فقدت هذه الأعضاء في الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن المقامات المقدسة، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم لا يناله إلا ذو حظ عظيم. و هنيئاً لك، دعاك أبي الفضل العباس إليه، عميد أهل البيت عليهم السلام دعاك إليه، وإذا كان هو الداعي فلا راد لفضله. أنا أريدك تحدثنا عن زيارتك لأبي الفضل العباس وعلاقتها بما أنت فيه وما أصابك في الدفاع عن السيدة رقية. سلام إن شاء الله. هلا نحن بالبداية الحمد لله هالإصابة
أنا بنظر له إنه هي نعمة إن شاء الله ومكرمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن شاء الله أنا بحتسب هذا القربان القليل. أنا بشوفه قربان قليل هذا. بتمنى لو كان في شيء لسه أدمه أكثر من هيك. الله الله. ما أجملك ما أجملك. بحتسبه لله سبحانه وتعالى في سبيل إنه يكون يعني يضل مقام السيدة رقية وزوار السيدة رقية آمنين. أنا بس الحمد لله تعافيت جسديا، رحت عند مولاتي رقية عليها السلام وطلبت منها أنه ترضى عني وتسامحني وتعذرني أنه أنا ما أحسن إذنهم. أثناء خروجي من عند مولاتي رقية حادثة كتير كانت عزيزة على قلبي كتير، واللي هي إنه نلت شرف هدية راية قبة السيدة رقية عليه السلام. ها هذه اللي أنت الآن تحملها؟ هي هل هي المتوشح بها. الله الله. حسيت أولاً شيء يعني حسيت بفخر كتير كبير، وكان شيء هذا الشيء كتير عزيز علي، وحسيت هدية يعني من أكبر الهدايا اللي إنه نول إنه كنت نول شرف هذه الراية. أنا كنت بحلم. الله يسلمك يا رب. سأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على منهجكم. الله يبارك. سيد محمد. اسمح لنا أستاذ محمد. أنا تفضل يا سيدنا. حقيقة لما شاهدنا الفيديو للأخ العزيز من سوريا الأخ محمد تأثرنا به، بعد تأثرنا أكثر لما حمل راية السيدة رقية سلام الله عليها، وهي واحدة من أحلامه كانت. وأنا بالنيابة عن العتبة العباسية المقدسة سأتي إلى جنبك إن شاء الله تعالى لتقديم شيء مبارك، وهو راية المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. سلام الله عليه. لنا الشرف بالوقوف لنشيد الإباء أيها الأخوة. كل الحضور لنا الشرف بالوقوف لنشيد الإباء. أبا الفضل يا فارس لا يلي، تذل المنايا ولا تشتكي، فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء، فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء، وقد كنت جيش الفداء للحسين، وقد كنت جيش الفداء للحسين. أحسنت يا محمد، موافق إن شاء الله. السلام على مولانا أبي الفضل العباس، والسلام على رقية. حقا نطقت جوارحهم ما نطقت به زينب صلوات الله وسلامه عليها. اللهم تقبل منا هذا القربان. العجب أنه أنت ما تكلمتنا عن زيارتك، يعني أنت حتى دمعتك ما تقدر تمسحها ولا تقدر تلمس الشباك. أنا الحمد لله يعني أنا الرعاية الألطاف والرعاية الإلهية وبركة مولانا صاحب العصر والزمان كنت عم بشعر فيها وعم بلتمسها بشكل واضح جدا خلال طوال فترة طوال هاي الفترة كلياتها، وعم بحظى بتوفيقات من الله سبحانه وتعالى بأمور أنا ما كنت بحلم فيها وبأمور أنا كنت بتمناها. طبعا من أهم هاي الأمور لربما هي زيارة أمتنا عليهم الصلاة والسلام والمقامات والمقدسات الشريفة. الحمد لله فضل رب العالمين. أنا أول ما يعني أول ما وصلت على ضريح مولانا أبو الفضل العباس والإمام الحسين كان شعور كتير جميل. أظن الحقيقة لا توصف يا سيدي. أيوة والله. الحقيقة لا توصف، ولو وصفت بخست. نعم صح. ويعني قادت القادة العظام دائما تقطع أيديهم، والله قادت الحروب العظام
تقطع أيديه. لك أسوة في جعفر الطيار وبالفضل العباس. سلام الله عليك. شكرا, سلام الله عليك. شكرا جزيلا لكم سيد محمد الحلو, ستبقى هذه الجراح شاهدة لكم في يوم القيامة. محمد. شكرا جزيلا إن شاء الله. أنت كلمتني في الكواليس عن حفظ القرآن وعن تعلم القرآن, أنا إن شاء الله أصير خادم لك. إن شاء الله. إن شاء الله أصير خادم. نسمع منه شيء من القرآن الكريم. نسمع منه شيء من القرآن الكريم تلاوة. هل تسمع شيء من القرآن الكريم؟ تسمعنا. نعم. إن شاء الله جاهز. ما في أي مشكلة. تفضل واقرأ. أول شيء ببدأ بقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رتلها محمد. تفضل. رتلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أحسنتم يا سيد محمد, شكرا جزيلا, نحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. شكرا جزيلا لكم لهذا الانضمام. شكرا جزيلا لكم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان إن شاء الله. أحسنتم, ثبتكم الله في الدنيا وأنالكم الله في الآخرة شفاعة القرآن وأهل البيت. شكرا جزيلا لكم لهذا الانضمام. إن شاء الله مأجورين والله يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بجرأة وإحساس عالم مصر التلاوة العراقية, كيف سيكون أداؤه في هذه المرحلة؟ ننصت معا إلى المتسابق محمد رضا سلمان الزبيدي من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. استمعنا بخشوع لتلاوة طيبة من المتسابق محمد رضا سلمان الزبيدي من العراق، طيب الله لكم الأنفاس. طيبة حبيبي. وأنتقل مباشرة إلى الأستاذ والشيخ محمد عصفور، تفضل. حياك الله حبيبي وحيا الله أخونا محمد رضا. الله يحييك حبيبي الغالي شيخنا العزيز، مبارك عليكم التأهل لهذا الله الدور. الله يبارك فيك إن شاء الله، إلى مزيد من التقدم وتأهلون إن شاء الله للأدوار القادمة. تلاوة رائعة وأداء مميز ما شاء الله. ذوقك الله يخليك. ويعني هفوات بسيطة، هل هفوات لو نتجنبها إن شاء الله، وإلا أنا ما أريد يعني أفصح المجال للنقد كتير، لكن أنا أعتبره نقد بناء واستمعوا لعله يفيدك. خادمة عندنا على مستوى مخارج الحروف، مخارج الحروف عندنا التاء والهاء والراء، مخارج وصفات لازم تنتبهوا لها شوي. يعني التاء مثلا همسها يختلط بالسين، التستس بتطلع منك أتس 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 هكذا، حاول لا همس مع شدة أت أت ما يطلع هذا الصوت المشابه للمختلط بالسين. الهاء نفس الشيء تطلع مسهلة بين الهمز والمد، مثلا فيها فيها الأنهار، يمكن هذا صح. يمكن لصرف النفس تحافظ على النفس صح. شوية بس بتأثر في التجويد، انتبهت له صحيح. كذلك مثلا على مستوى الأحكام عندنا المتجاورات شوية في التفخيم والترقيق، مثلا على سبيل المثال كلمة عاقبة العين والألف فخمت منك شوية، المتقين التاء فخمت منك شوي. عندك الراء المضمومة، الراء المضمومة قريبة للراء لراء ورش، يعني لما يسبقها كسر بترقق شوية منك، فسيروا يغفروا، حاول تفخم الراء المضمومة شوي. وأزمنة الغنن والمدود حافظ عليها، يعني ما تخلي الجملة النغمية تاخدك إلى الخلل بالمتن الأصلي للقرآن. وهذه أبرز الملاحظات، وأتمنى تأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله، لعل إن شاء الله بإذن الله نشوفك من المؤهلين الأوائل. متفضل منك نتعلم شيخ. موفق وأتمنى لك كل خير وكل نجاح. جزاك الله خير. الله يبارك في عمرك. شكرا جزيلا لكم. سيد كريم موسوي لكم الكلام. محمد رضا مشكور على هذه التلاوة. شكر لله الله يسلمك. أنت تملك كل شيء، يعني أنت عندك صوت، عندك طاقة تنغيمية، وعندك ذكاء
ولكن أنا فرش شيء محيرني، ما أعرف هذا الارتباك منين يجيك يعني. هو مو ارتباك استاذنا، أنا شوية صوتي تعبان فقط لا غير. بس هذا؟ إي بس. يعني أنت تقر بي بأن أكو شيء هسه فمخليك. صوتي مو هو. مو هو نعم. هذا يعني. خلاص. نعم. الأستاذ عماد رامي تفضل. حياكم الله أستاذ. حيا أصلك. يعني كنت جيد لا بأس، قراءة لا بأس، وانتقال كان جيد بين المقامات. واللي بيشفع لك هذا القصة هي اللي صايرة معك، إن شاء الله ربي بيعافيك ويقويك والله الموفق إن شاء الله جميعا. فضيلة الشيخ باسم العابدي رأيكم؟ بارك الله بك يا محمد، الله يبارك بك. بدأت بآية طويلة وهذه تؤثر قطعا على القارئ حينما يبدأ بآية طويلة وهو في بداية تلاوته، في من جهة الوقف والابتداء تكون مشكلة بالنسبة له. أسأل الله لكم التوفيق والمعافاة والشفاء. الله يبارك بك يا محمد رضا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. ختاما مع السيد حسنين تفضلوا. شكرا جزيلا. أنا أتمنى أبو رهوفة المجيد المثابر القارئ الخاشع الصحة والسلامة حتى يسمعنا ويمتعنا بصوته اللي تعودنا عليه بالمحافل القرآنية التي تشهد له أيضا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مثلت العراق خير تمثيل، ونتمنى أن نراك في المراحل المقبلة إن شاء الله. محمد رضا سلمان من العراق شكرا جزيلا لكم. شكرا لله. شكرا جزيلا لك. الله يخليك. جمال صوت ورقي أداء، جوابات وانتقالات سليمة يغلفها الخشوع، وجهد استثنائي في الأداء. بهذه الكيفية كان أداء حسن عبد الله موتليلا في المرحلة الأولى، فكيف سيؤدي اليوم؟ نستمع معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا
تعبزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، انصتنا لتلاوة المتسابق حسن عبد الله موتليلا من تنزانيا. طيب الله لكم الأنفاس. الشيخ باسم العابدي لكم الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله بك يا أخ حسن. قرأ الأخ حسن آية مهمة جدا في
بين الإنسانية، كل الإنسانية، الله سبحانه وتعالى جعل فيها الناس، خلقهم ليتعارفوا، وحقق على ضوء هذا التعارف المعيار في الأفضلية والأرجحية وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالقومية واللون والعرق لا أثر لها ولا علاقة لها بالتفضيل، الملاك هو التقوى. فعن الإمام الرضا عليه السلام قال: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. جعلك الله من أهل الإيمان ومن أهل اليقين. كررت في موضع واحد وقلنا أكثر من مرة لا ينبغي لكم التكرار أيها القراء، إن شاء الله في مرة أخرى لا تكرروا المطالب والآيات، جزاكم الله خيرا. عفوا، قد يأتي سؤال. تفضل يعني سيدنا. من جناب الدكتور، هو لعله لأنه أخطأ أو تلكأ في بئس كأنما قال هكذا، حقق الهمزة كأنه في هكذا البداية حقق هكذا، ثم يعني تراجع عن ذلك لكي يصحح فقط، وهو لم يصحح يعني، هو عادها صحح بنفسها، هو قال لا صحح شيخنا، لأن هذه همزة وصلية تسقط في درج الكلام، لأن في حالة واحدة في القرآن الكريم دخلت فيها التعريف على همزة وصل، وهذا في لفظ الاسم فقط من الأسماء السماعية يعني العشرة المحفوظة، يعني شفعتم لكل القراء، شفعتم له شفعتم، لا لكل القراء تسقط يعني في درج الكلام، بيس الاسم الفسوق. كلهم يقولون بيس الاسم، على ما أظن كرر لكي يتجنب الخطأ الذي وقع فيه، فلذلك فأنا يعني سمعت الكلمة نفسها، يعني هو قال لا كان تلك دكتور، فلا بأس، جيد، تلك بسيطا موفق إن شاء هل الله، هل شفعنا بذلك مولانا؟ قبلت الشفاعة. سيد كريم موسوي، تفضلوا. حبيبي حسن، كنت ذكيا كما في السابق باختيار المقامات والانتقالات، كانت صحيحة يعني، ولكن مع الأسف التكلف كان يلزمك طيلة التلاوة، وهذا التكلف أثر سلبيا على صوتك وعلى حسن أدائك ككل. الله يوفقك إن شاء الله بالآتي يا رب. شكرا جزيلا. سيد حسنيا، رأيكم. شكرا جزيلا أستاذ محمد. طبعا حسن، أحس لما يقرأ القرآن أكو يعني في داخله انكسار، الخشوع واضح كما طبعا ورد في الروايات، قال القرآن يعني تظهر عليه ملامح وسماء المؤمنين حين التلاوة، هذه واضحة في تلاوته. انتقالاته للمقامات ما راح نتحدث عنها باعتبار أستاذ كريم تحدث عنها، قوة الصوت واضحة جدا وجذابة، وجمالية صوته لا يفقدها حينما يعني ينتقل إلى الطبقات العليا أو بالطبقات المنخفضة. التصوير النغمي إلى حد كبير وهو لا يفهم العربية، ولكن إلى حد كبير كان واضح جدا، وصل إحساسه لنا. أنا قد أختلف مع أستاذ سيد كريم بأن التكلف جسديا كان، لو لم أشاهد حسن وأستمع له فقط لا أحس هذا التكلف موجود في أدائه، هذا اللي وصلني يعني. أنا لما أشاهد حسن أشوفك تكلف وكشد، وهذا يحتاج بعض الأحيان جهد كبير حتى يؤدي القارئ، ولكن حينما أستمع له فقط لا أحس بهذا التكلف يعني. وأشار سيد كريم هذا التكلف موجود نعم جسديا وهو صحيح، وبالنتيجة تلاوته جميلة جدا، وفيها التصوير وفيها التعبير وفيها التلوين، ونتمنى للموفق إن شاء الله، وفيها الإحساس أيضا نعم. لعل التكلف كان في قسمنا إحنا التجويد، مخارج وصفات فعلا، هو أنا مش صوت. أنا بدل عنك كنت خايف منكم أكثر، بس زين عدت على خير، التكلف يعني كان عدت على خير معنا سيدي. التكلف كان. أستاذ عماد رامي، رأيكم؟ والله أنا أتفق مع الأستاذ حسنين أنه كان التكلف بالجسد وليس بالصوت نعم. عن جد كان جيد، قراءة جيدة وصوت قادر وقوي ما شاء الله، الله يوفقك. أختم معكم الشيخ عمر، تفضل. حسن، الشيخ حسن، كنت حسنا في غالب تلاوتك. بهنا إلى ملاحظة عامة وهي تمطيط المدود وزيادة في بعض الحروف لأجل الصيغة النغمية، فاجتنبوا هذا، لأن القرآن الكريم له ضوابطه وله ميزانه وله مقاييسه، فلا ينبغي أن تكون الصيغة النغمية تتعدى على الجملة القرآنية، وهذا ما نزل به القرآن الكريم. في القرآن لا يحتاج إلى صيغة نغمية تزين على حساب الحروف ومقادير وأزمنة الغنى وغير ذلك، فلذلك القرآن جميل وميزانه رائع جدا وجرسه رائع،
فبارك الله فيك. شكرا جزيلا للجنة التحكيم، جمال ورقي في الأداء، شكرا جزيلا لك يا حسن على هذه التلاوة، شكرا جزيلا. تفضل. إذن أصوات أعضاء اللجنة ستنهي المرحلة الثانية إذانا بانطلاق المرحلة الأخيرة التي سيتنافس فيها 5 مشتركين على المراكز الثلاثة الأولى، ومن بين متسابقين 10 الذين ارتقوا بنا إلى أعلى المستويات تحكم قواعد المسابقة اختيار 5 منهم فقط. ترى من سيتأهل معنا إلى المرحلة النهائية؟ ترقب من قبل المتسابقين من المتأهل؟ نعم، استطاع بإبداعه أن يعبر باقتدار وبجدارة إلى المرحلة النهائية من مصر محمود السيد عبد الله. مبارك عليكم يا محمود الذي تأهل معنا إلى المرحلة النهائية، وأيضاً تأهل معنا إلى المرحلة النهائية حسن عبد الله موتليلا من تنزانيا. مبارك عليكم يا حسن هذا التأهل. وأيضاً تأهل أحمد جمال الركابي من العراق. مبارك عليكم يا أحمد هذا التأهل. ومن إيران مهدي تقيبور. مبارك عليكم يا مهدي هذا التأهل. وأخيراً تأهل معنا والذي سنراه في المرحلة النهائية أيضاً محمد نذير أصغر من الفلبين. مبارك عليكم يا محمد. هؤلاء المتأهلون إلى المرحلة النهائية. نلقاكم مشاهدين الكرام في أمان الله.